بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بطاعته ومرضاته، وأسأله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يهدينا وأن يسددنا بالقول والعمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين الصادقين المؤمنين، وأسأله عز وجل بمنه وفضله وكرمه أن يبلغنا العشر المباركات، العشر الفاضلة، عشر ذي الحجة، وأن يوفقنا فيها لعمل صالح، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، من جوار الكعبة الشريفة ومن المسجد الحرام، نلتقي بكم لنتذاكر أمراً عظيماً مرتبط بمصلحة هذا الإنسان، مرتبط بأمر هذا البيت الذي رفع الله عز وجل قدره وأعلى شأنه واختصه بخصائص عظيمة وربط تاريخه بخير خلقه وأفضل رسله، ربطه بالخليلين عليهما الصلاة والسلام، فالخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو رافع قواعد هذا البيت ومطهر فناء الكعبة وواضع أنصاب الحرم، وهو من أعلن حرمته في العالمين، وهو من أذن في الناس بالحج استجابة لأمر الله عز وجل. الخليل إبراهيم عليه السلام أذن في الناس بالحج وهو حج، والخليل إبراهيم عليه السلام حج مع الناس وعلم الناس مناسك الحج، والله عز وجل قال في كتابه الكريم: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فهذا الخليل عليه السلام هذا هو تاريخه مع البيت، ولذلك من قرأ القرآن وجد أن قصة هذا البيت وعمارة هذا البيت إنما هو وجه من أوجه قصة الخليل إبراهيم عليه السلام في القرآن، وأيضا ربط هذا البيت بالنبي الخاتم سيد الأولين والآخرين
خليل الله ورسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، فهو المبعوث من عند البيت عليه الصلاة والسلام، وهو من شارك قومه تجديد بناء البيت، وهو عليه الصلاة والسلام من وضع الحجر الأسود في مكانه وقت تجديد بناء البيت، وهو عليه الصلاة والسلام من دعا إلى الله عز وجل من عند البيت، وهو من نزل عليه القرآن في هذا الحرم الآمن، وهو عليه الصلاة والسلام من جاهد قومه حتى طهر هذا البيت، طهره مما أحدثته قريش، فوضعوا الأصنام حوله ووضعوا الأصنام في جوفه، فطهره عليه الصلاة والسلام من ذلك كله وأعاده إلى ما كان عليه زمن الخليل إبراهيم، بيت هدى ومعهد هدى. وهو عليه الصلاة والسلام من حج البيت، وهو عليه الصلاة والسلام من صحح ما أحدثته قريش في أمر الحج إلى البيت. فهذا البيت المعظم وهذا ارتباطه بهذين الإمامين، بل إن ارتباط هذا البيت بالأنبياء أوسع أيضا من ارتباط الخليلين فقط، وإن كان لارتباط الخليلين مع البيت ميزة كما سمعنا، وكما وقفنا في تلك الأمور العظيمة التي كانت لكل من الخليلين مع هذا البيت وهذا المسجد الأول. أما الأنبياء فجاء الخبر عن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام بحج عدد من الأنبياء إلى هذا البيت، فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن كليم الله موسى عليه السلام وفد إلى البيت حاجا، وأخبرنا أيضا عليه الصلاة والسلام أن يونس ذو النون أيضا وفد إلى بيت الله عز وجل الحرام حاجا، وأخبرنا أيضا عليه الصلاة والسلام بأن عيسى ابن مريم الذي رفعه الله والذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنزوله قبل يوم القيامة، أخبرنا بأنه سيكون من أعماله بعد نزوله قصد هذا البيت للحج أو للعمرة أو يأتي بهما. وكذلك جاء في كتب السنة في مسند الإمام أحمد على وجه الخصوص إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأن هود وصالح قد حجا هذا البيت العتيق. فهذا الارتباط بين الأنبياء والبيت، قال ابن إسحاق ما من نبي إلا وحج البيت، فهذا الارتباط العظيم بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبين هذا البيت العتيق الذي رفع الله عز وجل شأنه وأعلى مكانته واختصه بخصائص عظام، فهو بيت الهدى وهو البيت المبارك وهو البيت القبلة وهو البيت القيام الذي جعله الله عز وجل قياما للناس، وهو البيت المحرم
الذي حرمه الله عز وجل، وهو البيت الذي جعل الله عز وجل فيه وعنده آيات بينات، وهو البيت الذي شرع الله عز وجل للناس حجه، فقال عز من قائل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه العبادة العظيمة التي ربطت بالبيت وارتبطت بالبيت، هذا النسك وهذه الشعيرة العظيمة ارتبطت بصفوة الخلق بالخليلين عليهما الصلاة والسلام، وارتبطت بهذا المكان الفاضل المعظم بيت الله الحرام، وجعل الله عز وجل لها زمناً محدداً وموسماً معلوماً، إنها أشهر الحج. والله سبحانه وتعالى هو الخالق جل جلاله، وهو الرب سبحانه وتعالى، قال وقوله الحق، أخبر وخبره الصدق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال: الله خالق كل شيء، فهو الذي خلق الإنسان، وهو الذي خلق المكان، وهو الذي خلق الزمان، والذي خلق، والعليم بما خلق، من حقه أن يختار من مخلوقاته ما يشاء، وأن يصطفي منها ما يشاء. فالله عز وجل اختار من الناس واصطفى، والله عز وجل اختار من الأماكن واصطفى، والله عز وجل اختار من الأزمان واصطفى، وأعلن في القرآن هذا الحق الذي له في الاصطفاء، فقال عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. فهو سبحانه وتعالى الذي خلق، وهو عز وجل الذي يصطفي سبحانه وتعالى، فاختار من الناس واصطفى الأنبياء، واصطفى من الأنبياء أولو العزم، وهم نوح عليه السلام، والخليل إبراهيم عليه السلام، والكليم موسى عليه السلام، وروح القدس عيسى عليه السلام، ورسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. أولئك أولو العزم من الرسل، واختار من أولي العزم الخليلين، خليل الله إبراهيم وخليل الله محمد صلى الله عليه وسلم، واختار من الأماكن، فاختار السماء السابعة من بين السماوات، واختار من الأرض هذه البقعة التي اصطفاها جل جلاله، وهي مكة شرفها الله، واختار من هذا البلد الحرام مكان البيت، وبوأه للخليل إبراهيم، وأخبر جل جلاله في كتابه الكريم عن خصائص هذا البيت وخصائص هذا البلد، بما يعطي الدلالة على هذا التفضيل وعلى هذه الرفعة لهذا المكان المقدس. ثم ربط هذا المكان بين من اصطفاهم من الناس
فربط بين البيت والخليلين، خليل الله إبراهيم وخليل الله محمد، كما رأينا وكما سمعنا في أول هذا الدرس، الارتباط الذي كان بين الخليل إبراهيم والبيت، وبين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والبيت، ثم الارتباط بين البيت وبين الخليلين ومناسك الحج وشعيرة الحج، هذا الركن العظيم من أركان الإسلام العظام. ثم اختار أيضا من الزمان هذا الزمان الذي يؤدى فيه نسك الحج، فاختار أشهر الحج وهي شهر شوال، شهر ذي القعدة، والعشر من ذي الحجة، فهذه أشهر الحج. واختار من أشهر الحج العشر من ذي الحجة، فاصطفاها الله جل جلاله فذكرها في كتابه الكريم، فقال عز وجل في سورة الفجر: والفجر وليال عشر. وذكرها أيضا باسم آخر، ووصفها بوصف في كتابه، وهي الأيام المعلومات، فقال الله عز وجل في سورة الحج: ويذكر الله ويذكر اسم الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات. والأيام جاء الأيام المعلومات والأيام المعدودات، فالمقصود بالأيام المعلومات في هذه الآية التي في سورة الحج على قول جمهور العلماء المقصود بها العشر من ذي الحجة، وهذا مروي عن ابن عباس رواه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم، ومروي كذلك عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ومروي عن عدد من التابعين، وهو قول مجاهد وقتادة وعطاء وسعيد بن جبير وقول الحسن البصري، فهؤلاء قالوا بأن المقصود بالأيام المعلومات هي العشر من ذي الحجة. واختاره من الفقهاء الأئمة أبو حنيفة والشافعي، والقول المشهور عند الإمام أحمد رحمة الله عليه، وقال المالكية أن الأيام المعلومات هي العشر من ذي الحجة مع أيام النحر الثلاثة، فإذا هذه أيام الأيام المعلومات. أما الأيام المعدودات فهي أيام التشريق الثلاثة: يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فهذه الأيام المعدودات. ومن العلماء من نقل الإجماع على أن المقصود بالأيام المعدودات هي أيام التشريق، نقل ذلك الإمام ابن عبد البر والإمام النووي رحمة الله على الجميع. هذه الأيام التي هي العشر، والتي نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياها ولم يبق بيننا وبينها إلا وقت قصير وأيام قليلة، ونسأل الله بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا ممن يدركها وممن يوفق فيها لعمل صالح يرضاه الله عز وجل عنا. هذه الأيام
الفاضلة، التأمل فيها والتدبر والاستعداد لاستقبالها استقبالا يليق بمكانتها. ورأينا كيف كان ذكرها في كتاب الله عز وجل. أما في السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشاد بها وبين فضلها وبين ما فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. والحاجة أن نقف قليلا مع هذا الاصطفاء الذي كان من الله جل جلاله لهذه الأيام الفاضلة، وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأشاد، فنقف لنتأمل في ذلك. الأمر الأول وقوفنا مع هذه العشر ومع ما جاء في خبرها، فإنه يبني في قلب هذا المؤمن هذا الأمر العقدي الإيماني، وهو أن الله عز وجل الذي خلق هو صاحب الحق أن يصطفي من خلقه ويختار ما يشاء، وأن يسلم الإنسان لربه سبحانه وتعالى في هذا الأمر، ويتعامل مع خبره بالتصديق، وأن يعلم أن هذه العشر لها ميزة على سائر الأيام، لأن الله عز وجل اصطفاها، ولأن الله اختارها، ولأن الله فضلها، فهو يتعامل مع ذلك بالإيمان والتصديق ويسلم لصاحب الحق بذلك. وهذا أصل عظيم، ومن ثم يكون الامتداد لكل ما اصطفاه الله من مكان، ولكل ما اصطفاه الله من إنسان، ولكل ما اصطفاه الله من أعمال، فيتعامل الإنسان معه بهذا التعامل بالتسليم والرضا والقبول لله عز وجل صاحب الحق في ذلك الاصطفاء. الأمر الثاني وهو أن ينظر إلى هذا العليم الحكيم سبحانه وتعالى الذي أفعاله تدل على حكمته وتدل على علمه وتدل على كمال تشريعه وتدبيره جل جلاله. فانظروا في هذا الاصطفاء الذي كان لهذه الأيام المباركات، والتأمل في حكمة هذا الاصطفاء لهذه الأيام المباركات. فالله عز وجل اصطفى هذا الزمان ليعطيك يا ابن آدم، اصطفى هذه الأيام العشر ليجعلها ميدان عطاء عظيم لك، فهي أيام معلومات قليلة، ولكن كم جعل الله عز وجل من الأجر العظيم للعمل الصالح فيها، حتى أن العمل
يعدل إنسانا جاد بكل ما يملك ثم بذل روحه في سبيل الله، فلم يبقى لمن خلفه ولم يبقى لولده وأهله لا مال جمعه ولا نفسه، بل بذل ذلك كله في سبيل الله عز وجل. هذا الذي جاد بذلك هو يعدل من عمل في هذه العشر وهو آمن في سربه. إذن هذه قضية، وهو أن الله فضل ليعطيك يا ابن آدم وليفتح عليك من باب الخير والعطاء والكرم والجود جل جلاله. فإذن هذه قضية محل التأمل والتدبر لإدراك حكمة التشريع. أيضا هذا النسك العظيم الحج وهذه العبادة الجليلة التي جعل الله لها من الأجر العظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا النسك يؤديه الإنسان في أفضل مكان في البيت الحرام، ويؤدي عبادات عظيمة، والقلوب معلقة بهذا البيت. فلما كان أداء هذا النسك لا يستطيعه كل أحد، والشوق في قلب كل أحد، فانظر إلى فضل العظيم وانظر إلى جوده، وهل يحرم أحد يتاجر مع ربه؟ فالله عز وجل جعل لكل الناس نصيبا من هذا الموسم العظيم، فكانت هذه العشر المباركات، كانت هذه الأيام الفاضلة التي يعمل الناس فيها فيعطيهم ربهم عز وجل، وهي كما قلنا عشر من ذي الحجة، فيشعر الإنسان في كل مكان وإن لم يتيسر له الحج أنه لم يحرم من موسم الحج، لم يحرم من العطاء الذي يجود الله عز وجل به على العباد في موسم الحج. وهذا معنى أيضا يتأمله الإنسان. أيضا عشر ذي الحجة مرتبطة بهذا النسك، والنسك مرتبط بهذا المكان، بهذا البيت، وفي هذا التفضيل لهذا الزمان الذي يأتي فيه الناس إلى بيت الله الحرام ويؤدون هذا النسك، فهو يدل على أمرين: الأول على فضل هذا المكان الذي جعل قدوم الناس إليه وأداء هذا النسك العظيم عنده جعله من أفضل الأيام والأزمان. فإذن فيه إشارة إلى مكانة البيت وفضله، وكذلك فيه إشارة إلى فضل هذه العبادة ومكانتها عند الله عز وجل. وأيضا عند التأمل، النسك يؤدى في هذا المكان، والناس يأتون من كل فج عميق، ويجتمع الناس في صحن المطاف وفي أروقة المسجد الحرام وفي المشاعر المقدسة، يجتمع الناس من كل مكان، فيظهر مفهوم الأمة إذ يجتمع أهل الإسلام
الأبيض منهم والأسود والعربي والعجمي، ومن في شرق الأرض مع من في غربها، ومن في شمالها مع من في جنوبها، يجتمعون في هذه الأرض الحرام وعند البيت العتيق. وهذا المعنى العظيم المتحقق في هذا المكان، حتى تكون الأمة وسائر أفرادها يعيشون هذا الموسم العظيم، ويكونون على حال قرب من هذا الحدث الجلل، شعيرة الحج. فالله عز وجل يحفز النفوس أن تكون مع الحجاج. كيف تكون مع الحجاج؟ بأن يفتح لهم باب العمل الصالح في هذه الأزمان، ويبين فضلها وعطاءه جل جلاله فيها، ويشرع لهؤلاء الناس عبادات تتلاقى مع عبادات الحجاج. فلئن كان أعظم مقاصد الحج هو ذكر الله جل جلاله، وأن يشغل الحاج أيام حجه بذكر الله جل جلاله، وأن يلهج بالذكر، فخير الحج العج والثج. فالعج رفع الصوت بالتلبية وهو ذكر لله. والله عز وجل في آيات القرآن المتعلقة بالحج تجد قضية الذكر والأمر والتوجيه له قضية حاضرة بوضوح، يجدها كل من قرأ آيات الحج. فإذا كان هذا المقصود العظيم من مقاصد الحج، فها نحن نرى ما يشرعه الله للمسلمين في كل مكان، في كل مكان في الأيام المباركات العشر من ذي الحجة، أن يشاركوا الحجاج في هذا العمل وهو ذكر الله. ولذلك الآية: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. كل أهل الإسلام يشاركون الحجاج في هذا العمل، يشاركون الحجاج في النحر، فالحجاج يذبحون الهدي، هدي التمتع والقران، وعموم المسلمين يشاركوهم بالأضحية أيضا في يوم النحر وما بعده من أيام التشريق. يوم العيد ذاك الذكر العظيم التكبير، فيشارك الناس الحجاج في ذلك اليوم بالتكبير، فيعيش أهل الإسلام مع الحجاج في تلك الأيام المباركة في أعمال تربطهم بهؤلاء الذين يتحركون بهذا النسك العظيم في خير بقاع الأرض، متأسين بخير أهل الأرض في هذه العبادة العظيمة. وهذا أمر عظيم حقيقة عند تفكره والتدبر فيه. فإذا تأملنا في ذلك كله، فكيف سيستقبل الإنسان هذه الأيام الفاضلة، هذه الأيام التي أدركنا شيئا من الحكمة في تشريعها وفي تفضيلها وفي اصطفائها واختيارها، وأدركنا ما هو العمل الأساس الذي ينبغي أن يكثر الإنسان منه فيها؟ إنه ذكر الله، ذكر الله. وليتذكر الإنسان أمر الله عز وجل بأن يذكره ذكرا كثيرا، وليتفكر وليتذكر الإنسان إخبار النبي صلى الله عليه وسلم
أن ذكر الله عز وجل من خير ما يتقرب به العبد لربه عز وجل، وأن أهله يسبقون غيرهم يوم القيامة ويتقدمون غيرهم يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. فعندما يسأل عن المفردين فيقول: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فإذا أيام العشر أيام ذكر، فلذلك ماذا أعد الإنسان لها وهيأ نفسه لهذا العمل الصالح؟ ثم أقول: إن من الفطنة من الإنسان أن يجمع في تلك الأيام الصالحة مع عمل نفسه عملاً آخر. كيف يفعل ذلك؟ عندما تكون ممن يرغب وممن يدعو وممن يحفز وممن يخاطب من حوله من ولد وأهل وقريب وجار، وأنت تبين لهم قيمة هذه العشر، تبين لهم شيئا من الحكمة في هذا الاصطفاء والاختيار، تبين لهم أن اختيار هذا الزمان مرتبط باختيار المكان، مرتبط باختيار الإنسان، مرتبط باختيار العبادة والعمل. فهذه العشر مرتبطة بأيام الحج، والحج في مكة والبيت العتيق، مرتبطة بهذه العبادة التي هي ركن من أركان الإسلام، مرتبط بالإمامين بالخليلين عليهما الصلاة والسلام. أن الاصطفاء هو عطاء من الله عز وجل لك يا ابن آدم فاغتنم. فعندما يكون هذا جهد الإنسان بأن يدعو وأن يرغب وأن يحث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فكن هذا الإنسان في هذه الأيام المباركات، كن مع أهلك، مع أولادك، مع جيرانك، مع قرابتك، مع زملائك، مرغبا حاثا، فيكون مع عملك أعمال ومع ما تقدم لصحيفتك تجد أيضا عمل من دعوتهم إلى ذلك. فليكن حرصنا على هذا الأمر، ولنذكر أنفسنا بذلك، ولنعزم العزمة الأكيدة والنية الصادقة والعزم الجازم بأن نستقبل هذه العشر بهذه الأعمال الصالحة: تلاوة القرآن، ذكر الله جل جلاله آناء الليل وأطراف النهار، في سائر الأعمال الأخرى من صيام وبر وصدقة وإحسان. ولا يليق بأيام فاضلة أن يخسرها الإنسان ويفوت اغتنامها. أما أن يتجرأ الإنسان في الأيام الفاضلة على ما يغضب الله فإن هذه خسارة عظيمة كبيرة تكون من الإنسان الذي لم يستوعب ولم يدرك ما جعل الله عز وجل في هذه الأيام المباركة الفاضلة. فلذلك أقول لمن يسمعني ويصل إليه خطابي
بأن نغتنم هذه الأيام المباركات وبأن نستعد لها بالصالحات، فإنه سبحانه وتعالى هو الجواد الكريم جل جلاله، ولا نفرط فيها. فإن الإنسان والله ما يدري هل سيبقى من عمره ما يبلغه ذلك الزمن أم يكون الأجل أقصر، ولكن الإنسان ينوي، ونية المرء أبلغ من عمله، والنية الصادقة عون للإنسان على إنجاز صالح الأعمال. فهذه هي العشر، وهذا ما يشرع فيها الإكثار من الطاعات، وهذا ارتباطها بشرف المكان وشرف الزمان وشرف الإنسان. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.